وينضم إلينا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث فعالية القمة العالمية للطاقة مراسلنا عبد اللطيف بخوش. أهلا بك عبد اللطيف، وأود بداية أسألك عن فعاليات القمة، أبرز الأجندة، الحضور، المشاركين والقمة في يومها الثاني. أجل إذن واستمرار لفعاليات القمة وأسبوع الاستدامة في يومه الثاني. طبعا المشاركون هنا في المعرض طبعا كثر، شركات عديدة من الخليج العربي وأيضا من أوروبا وحتى من أمريكا اللاتينية. طبعا ما يهم وما يتخلل المعرض وهذه ربعا هذا الأسبوع هو أيضا الورقات العمل التي تطرح هنا وهناك، كلها تصب في مصب واحد وهو آخر التقنيات وآخر التحديثات في جانب الطاقة المتجددة، والتي يسعى الجميع خاصة من الدول المتقدمة وحتى الدول الخليجية وهنا وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة إلى تجديد وتحديث ربما وتطبيق هذه التقنيات على أرض الواقع كأبنية خضراء وحتى الشركات الأخرى وحتى على مستوى ربما البيئي لتخفيض انبعاثات الكربون. طبعا من أهم الشركات الإماراتية في هذا المجال التي لها باع واسع طبعا وتأخذ من العاصمة الإماراتية مقر لها هي شركة مصدر الغنية عن التعريف التي لها استثمارات بملايين الدولارات في مجال الطاقة المتجددة ولها مدينة كاملة تعتبر من أهم المدن التي تعتمد على الاستدامة والطاقة النظيفة في العالم. طبعا الحديث على هذه المدينة وآخر التطورات وآخر بهم الابتكارات والمشاركات، يسرنا أن نستضيف ضيف عزيز علينا وهو الأستاذ عبد العزيز العبيدي لنحاوره عن هذه المدينة عفوا وآخر مستجدات التقنية المستحدثة في هذه المدينة. مرحبا بك الأستاذ عبد العزيز معنا في هذه المداخلة. حياك الله ومشكورين على هذه الاستضافة الكريمة. أستاذ عبد العزيز، أكيد أن مدينة مصدر من أهم المدن التي طبعا تشرف على البحوث العلمية كمعهد وكمدينة أيضا لإنتاج الطاقة النظيفة والعمل على ربما بعث هذه التجربة وتوسيع هذه التجربة على مختلف الدول الخليجية، أهمية مشاركتكم في هذه أو في هذا المعرض. طبعا للسنة العاشرة الآن على التوالي تستضيف شركة مصدر أسبوع أبو ظبي الاستدامة والقمة العالمية للطاقة، لأن نؤمن بأهمية مثل هذا الحدث وأهمية مثل هذا المنتدى كمنصة لتجمع العقول والمفكرين وأصحاب القرار. اليوم لما تنظر الآن يعني حواليك هناك كثير من أصحاب القرار السياسي، العلماء، المطورين، شركات ذات الربح التجاري، الموردين للمواد، الباحثين، طلبة الجامعة، أيضا طلبة المدارس، يعني تجمعهم هذه المنصة والكل يعني لهدف واحد، هدف كيف ممكن احنا نطور من عجلة او نسرع من عجلة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، كيف ايضا نتبنى الابتكار في مثل هذه المشاريع، كيف ايضا نؤكد على التزام الحكومات المختلفة اللي تشارك في مثل هذه المشاريع بأهمية الحد من تداعيات اللي هو الجلوبال وورمينج والانبعاثات الكربونية. أستاذ عبد العزيز، ربما هنا يخالجوني ربما تصريح مهم للشيخ محمد بن راشد وهو اتخاذ ربما سنة 2050 كآخر ربما سنة لتصدير آخر برميل بترول من الإمارات والاعتماد كليا على طاقة متجددة. هل مصدر كمدينة طبعا رائدة في هذا المجال ستواكب وكيف ستواكب هذا الحدث؟ والله أنا في تصوري مصدر كانت اللبنة الأولى. احنا نتكلم عن مثلا لما أنشئت مصدر في عام 2006 كانت الناس والشركات والحكومات مترددة في موضوع اللي هو الاستثمار في الطاقة المتجددة لتكلفتها العالية. مصدر يعني كشركة أو إحدى شركات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كان لها السبق في دخول مثل هذا القطاع رغم تكلفته في ذلك الوقت، والحمد لله تكللت هذه الجهود بنتائج. اليوم احنا نتكلم عن أسعار لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبر يعني أكثر تنافسية مقارنة بالطريقة التقليدية لإنتاج الكهرباء. أيضا طبعا هو التزام من دولة الإمارات مثل ما قلت، يعني حكومتنا تفكر دائما وتدعونا للتفكير معهم أن يعني ماذا سيكون حال شعب دولة الإمارات ودولة الإمارات عند تصدير آخر شحنة من شحنات النفط. نبغي اليوم يعني إذا كان هذا الكلام بعد 50 60 100 سنة يعني لا محالة راح يكون هذا اليوم آتي، نكون من اليوم احنا مستعدين لها ان نحافظ على مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي عالمي في مجال الطاقة.
دولة الإمارات كانت لعقود من الزمن مصدرة الطاقة بوجهها التقليدي، وإن شاء الله راح تبقى لقرون من الزمن مصدرة للطاقة بالشكل الجديد لها، اللي هو عن طريق تصدير التكنولوجيا، تصدير المعرفة، وتصدير الخبرة في التعامل مع هذه الطاقات اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة بما يخص مناخنا احنا في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ عبد العزيز، قبل الحديث عن التقنية وأهمية تحديث هذه التقنية في شركة مصدر، أريد أن ربما يستوقفني كلمة وهي التكلفة. الجميع ربما بعض المحللين السياسيين وحتى الاقتصاديين يطرحون فكرة لماذا الاستثمار في طاقة متجددة ربما مكلفة رغم ربما انخفاض التكلفة نوعا ما مع أسعار بترول منخفضة حاليا أو حتى في 3 سنوات السابقة. طبعا شيء ضروري جدا إحنا أن نفرق بين موضوع اللي هو البترول والطاقة المتجددة. كثير من الناس مثل ما أنت يعني أشرت يظنون أن اللي يدفع اليوم الطاقة المتجددة وعجلة الطاقة المتجددة هي ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول. نحن ننظر إلى الطاقة المتجددة كخيار حتمي بغض النظر عن أسعار البترول. هناك الآن نحتاج أن يكون عندنا تنويع لمصادر الطاقة، نحتاج بيئة أفضل، نحتاج خلق فرص اقتصادية وفرص وظيفية أكثر. هذا هو الدافع الرئيسي لنا إحنا للاستثمار في مجال الطاقة وليس ارتفاع أسعار البترول. فالدوافع مختلفة، عرف كيف؟ وان احنا ندمج بين موضوع اسعار البترول كدافع وتوجهنا للطاقه المتجدده في رايي هو يعني غير صعب. سؤال اخير استاذ عبد العزيز، وهو متعلق ايضا بالتقنيه في مصدر. اعتقد انتم من الشركات الرائده التي تبحث كمجال ربما كمعهد بحثي في التقنيه، وربما تعتمدون على ذلك على عقول جباره، سواء عقول يعني ادمغه وظفت وربما اساتذه ايضا في جامعات استقدموا الى هنا. على ماذا تعتمد مصدر لتطوير التقنيه فيها؟ احنا نعتبر طبعا اللي هو الاسيت او الشيء اللي نعتمد عليه بشكل كبير هو العامل البشري، المهندسين هذه اللي تشوفهم انت في شركه مصدر، العقول النيره اللي موجوده عندنا في شركه مصدر. اليوم شركه مصدر يعني، وانا يمكن شهادتي مجروحه فيهم كاحد موظفينهم، لكن شركه تستثمر في الانسان. في عام 2016 صنفت في الامارات كافضل جهه يعني يتوجه اليها الخريجين الجدد. ليش؟ لانك انت قاعد تستثمر في هذا الانسان، توفر له فرص وتحديات ليست فقط في الامارات وانما عالميه. اليوم لان لو يعني تتيح لك الفرصه تقابل اخواني واصدقائي الموجودين في 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 شركه مصدر، كل واحد منهم يعني اشتغل في مشروع عالمي مع في 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 دوله يعني فيها تحدياتها مختلفه. فكل هذه المعرفه اللي تنبنى عن طريق المشاريع هذه وعن طريق اللي هي البحث في ما هي التقنية المناسبة للظروف المناسبة في دولة أو أخرى، طبعا كلها ساعدت على بناء المعرفة وبناء الإنسان عندنا في دولة الإمارات. ولذلك أنا أعود لما قلت يعني أن هذا أيضا سيساعد أن تتحول دولة الإمارات إلى دولة مصدرة للفكر، دولة مصدرة للتكنولوجيا والمعرفة عن طريق الاستثمار في العامل البشري. نشكرك أستاذ عبد العزيز على هذه المشاركة. طبعا نعود إلى ضيوفنا الكرام ومشاهدي قناة الإخبارية. طبعا التغطية مستمرة من قناة الإخبارية طبعا لكل متابعة كل جديد هنا في العاصمة الإماراتية لمعرض الطاقة وأيضا القمة العالمية للطاقة وقمة المياه وكل التقنيات المستحدثة الجديدة التي تخللت هذه المعرض والذي ربما تثير الانتباه خاصة من خلال توجه الكل إلى اعتماد أبنية خضراء صفرية التكلفة. وأيضا ما أثار انتباهنا هنا في هذا المعرض هو ربما من شركة مصدر أيضا هو استحداث شيء متعلق بالنقل الجماعي، وهو طبعا الحافلات وغير ذلك، باعتماد على طاقة كهربائية بالابتعاد كليا عن البنزين أو استخدام أي مصادر أخرى للطاقة والوقود. تبقى التغطية مستمرة ونعود إلى الزملاء في الاستوديو. نعم عبد اللطيف بخوش، مراسلنا من القمة العالمية للطاقة في أبوظبي، كنت معي، شكرا جزيلا لك.